فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الحكمة في خلق الشر؟ الحكمة في خلق الشر مثل الحكمة في خلق الدواء الكريه. الدواء الكريه هذا لماذا خلقه كريه؟ لأن الله قضى أن هذا الكريه يكون دواء، دواء به بعض الأمراض. يقال أن رجلا ملكا من الملوك المتكبرين رأى خنفسا تمشي فقال: لماذا خلقت هذه؟ فأراد الله أن يصيبه مرض عجز عنه أطباء العالم. جاءه طبيب وقال: هذا لا يبرأ إلا بأن تأتي بخنفسة تحرقها ثم تذر رمادها على هذا المحل. اضطر أنه يجيب الخنفسة ويحرقها ويذرها على جسمه، فشفاه الله. نعم.